المراية المكسورة. أهلا بكم في مراية مكسورة من جديد ومعنا قصة جديدة اليوم. وقبل أن نبدأ في شروط القصة، أول حاجة هيدفونز، طفي النور، تركز معايا، تبعد أي شيء ممكن يشتت تركيزك عني، واللي بيسوق بالطريق يا ريت تجنب على جنب أو توطي الصوت تفادين الحوادث. اسمي علي. لما كنت صغير أحب قصص الجن والعفاريت، عندي شغف قوي لهذه الأشياء بسبب مواقف غريبة صارت معي وأنا صغير. من لما كان عمي الكبير من الناس اللي يرقوا ويقروا على الناس ويخرجوا منهم الجن والعفاريت، عموما الناس الممسوسة، كنت أتجسس عليهم من طرف الباب وأشوف إيش يعمل، كيف يكلمهم، كيف كان يقرأ عليهم، كيف كان يخرج الجن منهم دون ما يشوفني أو حتى يحس بيه. كان هي طفل في عمري ممكن يخاف من دي الأشياء، بس صراحة أنا كنت أستمتع كل ما أشوف هذه الأشياء. لكن كل هذه الأحداث اللي مرت علي في فترة طفولتي خلت قلبي قوي، خلت قلبي زي الحجر ما يخاف من شيء. لكن لاحظت أني مع مرور الوقت بيزيد شغفي وحبي للأشياء هذه، صارت تشغل كل تفكيري وعقلي، صرت ما أفكر إلا في دي الأشياء. فضولي كل يوم يزيد أكثر من اليوم اللي قبله، لين جاني هوس، كنت بعرف أكثر عن الجن وعن العفاريت. دورت في النت، كنت أسمع مقاطع أشرطة تحضير، سويت كل شيء، لكن ما في شيء ملموس بيصير معايا، ماني شايف نتيجة قدامي. وصراحة كنت أحس بإحباط. إلين جاء يوم، في يوم من أيام الشتاء الباردة، مريت عند بائع كتب في الشارع، لقيت عنده كتاب لفتني كده من برا، غلافه قديم كده ولونه بني، وكان حتى اسمه غريب، كان اسمه، لا معلش ما أقدر أقول لكم اسمه، لكن بديت أقرأ. وكان الكتاب فيه كلام غريب وماني فاهمه، مع الوقت بديت أحس إن أنا صرت أفهم حبة حبة، بديت أقرأ الطلاسم بكل سلاسة وصرت أفهمها، كان يعرف اللغة دي من زمان. بديت أتعمق أكثر وأكثر وصرت أسهر كل يوم على الكتاب هذا. وفي يوم ونقل الكتاب وجالس قدام الدفاية أخذني النوم وشفت في المنام شخص يشبهني. ركزت أكثر في ملامحه، هذا توأمي، إيوه هذا توأمي، بينظرني بنظرات ازدراء وشفخة، كأنه كان بينظرني بنظرات مو قادر أفهمها. اللي كنت أعرف أنه من نظرات أنه هذا شيطان خبيث. ومن شبهه الكبير فيه أنا على بالي قدامي مرايا، مديت يدي عشان ألمسه، لقيته بيقلدني في كل حركة وبيتحرك معي في نفس الوقت بالضبط. ولما صحيت كنت أحاول أضحك على نفسي وأقول إنه الحلم تافه، لكن حقيقي كنت قلقان، لأني فعلا حسيته حقيقي، حسيت بكل شيء فيه. وبعد يومين لقيت صفحة في الكتاب وكان عنوانها كيف تحضر قرينك، وليت إني ما قريتها، لأنه بعدها حياتي قلبت جحيم. اللي صار إني بديت أجهز الطقوس وزي ما هو مكتوب في الكتاب. طبعا رحت لغرفة جدتي المتوفية، أو خلينا نقول بشكل أدق حمام غرفتها، لأنه ما حد يدخل يعني. كان مطلوب مني إني أنا أجيب مراية قدامي في الظلام وأكتب عليها بعض الحروف المقلوبة وبعض الكلمات المتكررة، ولازم ما أشيل عيني عن المراية أبدا. كنت في البداية خايف ومرة مبسوط إني أخيرا حشوف شيء، وجلست قدام المراية بستنى انه شيء يصير. مرت 10 دقائق لكن ما صار اي شيء، ببساطة ما صار ولا شيء. حسيت بخيبة امل، تحسرت على وقت اللي ضاع، طلعت في المراية وغضبان صرت اصرخ، صرت اقول فينك، ليش ما طلعت، ابغى اشوفك. لكن وانا اصرخ وجهي في المراية جمد، ايوه وقف زي ما بقول لكم، وقف ولا بيتحرك بنفس تعابير الغضب. صرت أحرك راسي يمين يسار، لكن الوجه جامد بيطلع قدامه معصب. كنت بأهرب لكن كان جسمي تخشب لما في المراية تكلم وقال تبى تشوف وجهي الحقيقي؟ من الخوف فقدت الوعي، ولما صحيت كنت لسه فرضية الحمام. قمت وشفت الساعة تقريبا كانت 9، طلعت في المراية ولقيته ثاني شبيهي. في ثواني اختفى ورجع وجهي الحقيقي، ما حطيت في بالي. نزلت كملت يومي وجلست مع أهلي وتعشيت معهم. بصراحة ما كان بالي مع أي شيء غير الموقف اللي صار أمس قدام المراية.
لكن لما جيت انام طلعت الحمام تاني عشان انظف اسناني، ولما طلعت في المرايه رجع شبهي، رجع وقال لي زي ما جبتني وزي ما حضرتني انا ما حاسبك الا تنجم او تموت. وانا الان ندمان لان فضولي دمرني وانتهى بي المطاف في المصحة النفسية، لاني انا الان ميت على قيد الحياة. علي المراية المكسورة.